بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله شواطنا تتواصل وتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة، ونتابع اللي قادت المسيرة في شوط الختام في شوطنا العاشر بميدان الساد في صباح هذا اليوم. هذه اللي انطلقت إلى المركز الأول الغزيلة، وتعود ملكية الغزيلة حق سالم بن علي بن وديمة العامري، نغلة من الغزيلة إلى المركز الثاني. المركز الثاني مصيحة لسالم بن شفيان العامري، وفي المركز الثالث بنت نقد عبيد بن راشد الطريقي، وفي المركز الرابع حاملة رقم 10 لم تدوم في كشف الأسماء. نشوف المركز الخامس، المركز الخامس اللي وصلت فتون معنس بن حربي العامري، غيرت إلى مركز متقدم دخول في هذه اللحظات من شعار سيف بن جعفر بن مرخان على ظهر الشاهينية. وفي المركز السادس أصبحت مشاهدينا الكرام بنت ناقد صغير من عبد الله بن بدر العامري. هكذا النداء للأسماء المتقدمة في مسار شوط المهجنات الأصايل شوطنا العاشر. بعد نهاية هذا الشوط تبدأ الإثارة والتحدي والمنافسة ما بين القداع، ستة أشواط لهن، أربعة للأبكار، شوطين للقعدان. غادرنا بوابة الثلاثة كيلومترات واتجهنا اتجاها سليم إلى الأمتار النهائية. 2 كيلومترات انتهت من المسار، وتبقت لدينا أقل من 3 كيلومتر عن نهاية شوط الختام بالنسبة للقايا المهجنات الأصايل. وهذه أمامكم الغزيلة، سالم بن علي بن وديمة العامري متصدرة قيادة هذا الشوط وماخذه المركز الأول، تليها المركز الثاني رقم 10 ولم تدوم في كشف الأسماء لدي، أما تليها لسيف بن جعفر بن مرخان الشاهينية اللي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع فتون معنس بن حربي العامري. أفعال الشيخ عبد الله بن حم العامري تأخذ المركز الرابع، تبدل من الخامس. الوصول في هذه اللحظات من حلف حق محمد بن سعيد بالكيلة العامري، خذت المركز الخامس. السات مع بن معنس، لكن دخول عليها من مصيحة شفيان أو سالب شفيان العامري. هكذا الندى لست الأسماء الحاضرة في هذا الشوط والمتقدمة والباحثة عن نيل الفوز والناموس. نعود وياكم إلى المقدمة ونتابع اللي قايده المسيرة وماخذه المركز الأول.
ومسيطرة إلى مقدمة الشوط 2 كيلومترات عن خط النهاية. سالم بن علي بن وديمة العامري والغزيلة الغزيلة 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 على المركز الأول. الغزيلة مسيطرة الغزيلة إلى مقدمة هذا الشوط بهذا العرض المميز بهذا العرض المميز. الثانية مشاهدي الكرام للشيخ عبد الله بن حم العامري، والثالثة محمد بن سعيد بالكيلة حلف على ثالث المراكز، الرابع سيف جعفر بن مرخان. هكذا النداء للأربعة المتقدمة في مسار هذا الشوط 1500. فصلنا عن خط النهاية بقيادة الغزيلة بقيادة الغزيلة سالم بن علي بن وديمه العامري، من يقدم الغزيلة من يسيطر بالغزيلة على المركز الأول. يا سلام يا بن وديمه يا سلام يا بن وديمه، خلاص غادرنا لوحة 1500، اتجهنا اتجاه سليم إلى الأمتار النهائية. الغزيلة بدأت تزيد من السرعة بدأت تزيد من السرعة الغزيلة. سالم بن علي بن وديمه العامري على المركز الأول على الصدارة. الثاني المجهولة رقم 11 أو 10 ما سجلت في كشف الأسماء. الثالثة حلف اللي بدأت تنطلق إلى المركز الثاني لمحمد بن سعيد بالكيل العامري، هو من يقدم حلف من يقدم حلف على مستوى المركز الثاني. بدأت تضغط على الغزيلة بدأت تضغط على الغزيلة عند الكيلو الأخير الكيلو الأخير. يا سلام يا سلام يا سلام، الغزيلة حلف الغزيلة حلف. بدأت المعركة بدأت المعركة بدأت تشتد المنافسة ما بين المشاركين ما بين المتحدين. يا سلام حلف الغزيلة حلف الغزيلة حلف الغزيلة حلف حلف الغزيلة حلف الغزيلة. يا سلام القادمة القادمة أحلى القادمة أحلى. اغتيال سهيل بن سعيد بالكيلة العامري، اللحظات الأخيرة اللحظات الحرقة اللحظات الحاسمة. هناك مطيلة سعيد بن مبارك بالقرين العامري، مطيلة 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 مطيلة، حلف 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 اللحظات الأخيرة. اغتيال اغتيال سهيل بن سعيد بالكيلة العامري، تحركات من أفعال الشيخ عبد الله بن حم العامري. يا سلام حلوت المنافسة اشتدت المعركة وغيرت وغيرت مطيلة سعيد بن مبارك بالقرين العامري، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه اللي غيرت غيرت مشاهدي الكرام مطيلة مطيلة سعيد بن مبارك بالقرين العامري، تحركات من أفعال الشيخ عبد الله بن حم العامري. اللحظات الأخيرة اللحظات الحرقة اللحظات الحاسمة، ومطيلة مطيلة مطيلة سلالة مطيلان المهيري تنتزع المركز الأول بالشكل والفعل. تهانينا والناموس لسعيد بن مبارك بالقرين العامري على فوز مطيلة بالمركز الأول بشوط الختام. هذه مطيلة تصل إلى خط النهاية لسعيد بن مبارك بالقرين، الثانية حق الشيخ عبد الله بن حم، الثالثة لسهيل بن سعيد بالكيلة، الرابعة المجهولة، الخامسة محمد بن سعيد بالكيلة، السادسة لسالم بن علي بن وديمة. التوقيت 8:03. تهانينا لسعيد بن مبارك بالقرين.